للمزيد ينضم إلينا من مقديشيو عدنان عبدي مراسل القاهرة الإخبارية. بعد التحية عدنان، هي عملية عسكرية ضد تنظيم القاعدة، في أي مناطق تمت هذه العملية وماذا عن تفاصيلها؟ نعم حساني، العملية العسكرية جرت ضد حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة. وكالة الأنباء الصومالية استخدمت مصطلح ميليشيات الخوارج. ميليشيات الخوارج هو مصطلح اعتمدته السلطات الرسمية في يناير الماضي بعد مؤتمر دولي، بعد المؤتمر شاركه أكثر من 300 عالم ديني، وصفوا أنشطة حركة الشباب بالخوارج. لذا السلطات الرسمية تعتمد هذا المصطلح كثيرا. لذا مصطلح القاعدة هنا يعني تعني السلطات بحركة الشباب أولا، هذه النقطة. ثانيا، العملية جرت يوم أمس الجمعة في منطقة تابعة لمديرية خونيردو في محافظة الشبيلة الوسطى. هذه المناطق والقرى تقع على الحد الفاصل بين محافظة الشبيلة الوسطى التي الواقعة جنوب البلاد ومحافظة قلقريز الواقعة وسط البلاد. العملية نفذتها وحدات خاصة من الجيش الصومالي، خاصة وحدة جديدة انضمت إلى العمليات القتالية التي تطلق باسم وحدة خالد بن الوليد، والتي تتألف من 3000 عنصر تم تدريبها مؤخرا في جمهورية مصر العربية الشقيقة. أيضا شاركت في هذه العملية وحدات خاصة، وحدات من الكوماندوس الخاصة التي تسمى جورجر، والتي تدربها الحكومة التركية لصالح السلطات الصومالية منذ 2016. العملية شملت هجوما بريا وجويا. السلطات الرسمية تقول بأنه الشركاء الدوليين شاركوا في هذه العملية. مصطلح الشركاء الدوليين أيضا يعني هنا بمشاركة وجود ضربات جوية بمساعدة إقليمية أو دولية. دائما ما تكون المساعدات الإقليمية من كينيا أو إثيوبيا أو دول أخرى، ويستخدم مصطلح الشركاء الدوليين أيضا وجود غارات جوية بتعاون من تركيا أو من القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا. القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا لم تعلق على هذا الهجوم. السلطات الرسمية تقول بأن هذه العملية أوقعت نحو ما على الأقل 100 قتيل في صفوف حركة الشباب. وجاءت العملية العسكرية وتحرك الجيش الصومالي بعد حصول معلومات عن هجوم وشيق لحركة الشباب على القواعد الأمامية للجيش الصومالي في الساعات الأولى من صباح يوم أمس الجمعة. لكن الحصيلة الرسمية نزلتها وكالة أنباء الصومالية صباح اليوم. كما تأتي هذه العملية بعد 5 أيام من هجوم دموي، من تفجير انتحاري دموي داخل أكاديمية عسكرية للجيش الصومالي في العاصمة الصومالية في مقدشو. كما أن الرئيس الصومالي حسن الشيخ محمود يجري عمليات اجتماعات أمنية رفيعة مع قادة الجيش الصومالي وقادة المخابرات. وتأتي عملية أيضا في إدار تجهيز الجيش الصومالي للمرحلة المقبلة من العمليات العسكرية وتطهير قرى وارياف واقع على خط. نعم، واضح ما تقوله. إذن من مقديشكو عدنان عبدي مراسل قاهرة الإخبارية كنت معنا، أشكرك شكرا جزيلا.